ببركة أمير المؤمنين علي عليه السلام ولتعجيل فرج ولي الأنام المولى صاحب العصر والزمان أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة العلماء، ضيوفنا الكرام، أبناء قريتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي خلقكم وسواكم وبدرعه الحصين حصنكم وحماكم وأحياكم لنحيي عيد الأمير. فبحب علي مولاي ومولاكم تلونت شمسي وصفيت سماكم. أكسجين القلب إمامنا، ما غيره هوايا وهواكم. فبعلي ولعلي وفي علي يحلو لقاكم ويسمو علاكم. نيابة عن جمعية سترة واديان الحسينية، أتشرف بالترحيب بكم على حب المولى في هذا الاحتفال المبارك المقام على بركات إمامنا المبارك ذو الاسم المبارك والنسب المبارك والنسل المبارك الذي بحبه نتبارك. وخير البركات الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جليل النعم باسط الهمم ذو الجود والكرم، باسم رب السماوات فالق البحار مجري الغمم رافع الجبال والقمم، من بدأ كتابه بإقرأ ومن على عباده بالعلم والقلم. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من القرآن الكريم يتلوها على قلوبكم القارئ علي جعفر، فليتفضل ببركات الصلوات على محمد وآل محمد.